نشوف بقى هنعمل ايه في الاوبجكت ده. تعالوا الاول نحدد كل الفيسز اللي موجوده هنا دي. هنعمل في سيلكشن لوب سيلكشن علشان اخد كل الفيسز اللي متتابعه. تمام، اضغط هنا، لو اتلخبطت ولقيته بيعمل الحركه دي اضغط على الايدج دي، اضغط وشيفت على اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها بالشكل ده كده. عندك حاجتين يعني، لو انت عايز تعمل شويه ديتيلز في الشكل من الاطراف، ولو انت عايز تشتغل شكل سموث. احنا هنشتغل شكل سموث لان يعني هو الشكل اصلا ما كانش فيه ديتيلز في الاطراف كتير. فهروح لفي ستراكتشر واقول له بيفل واضغط واسحب لبره، اضغط واسحب لبره. بس خلي بالك ما تخليش اي حافه تيجي على بعضها. يعني مثلا لو انت خدت بالك عندي اول حافه اهي خلاص هتبدا تروح على الثانيه، اقف ما تكملش. بعد كده اضغط في سيلكشن وخد لوب سيلكشن تاني وسيلكت الاثنين فيس اللي جوه. عرفت بقى الحكمه في الاول خالص من ان انت تقلل عدد السيجمنتس؟ كنا هنتعب قوي هنا. نضغط في ستراكتشر تاني واخد بيفل واضغط برضو ونفس الموضوع اسحب لبره لغايه ما تبقى بالشكل ده كده. على فكره احنا كده عملنا برضو شويه ديتيلز كويسه في الاطراف. طيب هل هو هيفضل على الشكل ده؟ طبعا لا. عشان انعمه واعمله سموث هروح لهايبر نيربس واسحب الاويل تانك احطه جوه الهايبر نيربس عشان الاقيه بالشكل ده كده، الاقيه بالمنظر اللي احنا شايفين ده. طيب كده احنا كريتنا او خلصنا من الشكل بتاع برضو الحلقه او السيركل اللي جوه. فاضل بعد كده ان احنا نحط رقم 7. هو رقم 7 ممكن بصراحه يتحط في الافتر، تمام، ويعني ده اللي بفضله على اعتبار اصلا ان رقم 7 هناك ما كانش معمول، لا اعتقد كان معمول 3D، كان معمول 3D فعلا في الدخله بتاعتها. لو احنا خدنا الدخله بتاعتها هنشوف 7 day news ونشوف الفيديو تاني مع بعض عشان نشوف ايه ظروفه. هو الموشن بلر جامد بصراحه، بس احنا عايزين نمشي واحده واحده اللي هي تحديدا عند السبعه ما هي داخله عشان نحدد. معموله 3D، واضحه خالص ان هي معموله 3D ونفس الديتيلز اللي احنا عاملينها في الجزء بتاعنا اهو. طيب نركن دي دلوقتي ونكمل. يبقى كده لا مفر ان احنا نعمل رقم 7 3D. الاول انا بحب ارتب، عايز اطلع الكاميرا دي فوق بالشكل ده كده، وعايز اسمي دي كور سيركل بالمنظر ده كده. اجي بعد كده اروح ل، طبعا رقم 7 ده هيتحرك معانا فهنعمله، ممكن نعمله تكست عاديه، لكن انا بفضل طالما هحركه بالموجراف اروح لموجراف واروح ل تكست اوبجكت بالمنظر ده. فين التكست اوبجكت؟ طيب اسحب التكست اوبجكت احطها هنا كده عشان ابقى انا ظابط الدنيا عندي. برضو بالمره طبعا احنا لو احنا خدنا بالنا هنلاقي الانكر بوينت في الشمال، ليه؟ لان الالاين ليفت، فانا هخلي الالاين ميدل عشان اجيبها في النص بالشكل ده وارفعها هنا كده بالمنظر ده تبقى في النص بالظبط واطلعها قدام الاوبجكت بتاعي بالمنظر ده كده. طبعا مكان دي كل اللي هكتبه، بس هكتب رقم 7. كل اللي هكتبه ان انا هكتب رقم 7. الفونت يعني انت براحتك بقى اختار الفونت اللي انت عايزه، انا مش عارف الفونت اللي مكتوبه بيه ايه، لكن انا في فونت عندي كويس اسمه دي، اسمه دايز، والله هو مش بتاعها يعني، هو مش مكتوبه بيه، لكن هي صدفه ان هي جت على اسم نفس الاسم. هخليه بالشكل ده، مش حلو. تمام، طيب نجرب ايه؟ مش عارف يعني، نجرب ايه؟ مش عارف، انا عايز فونت يديني نفس الرقم او قريب من النقشه او الرسمه بتاعه الرقم. ممكن دي، او مشكله الخطوط انها ما بتديكش شكلها في الارقام لكن بتدي لك شكلها في الـ قريبه. ماشي،
تعالوا نعلي الهايت بتاع التكست شوية. لا مش ماشي خالص ده، لما عليت بانت. طيب نشوف كده ممكن دي ماشي، نعلي الهايت كده بتاعها بالشكل ده كده بالمنظر ده. نشيل مسقط الكاميرا عشان نشوف احنا ماشيين ازاي. اروح للتكست اوبجكت وازقها قدام شوية بالمنظر ده، تمام. الديبس ازود الديبس حبة، العمق عشان تبقى اللي بقى ليها عمق بالمنظر ده، ممكن اخليه مثلا 80. لا مش هحتاج العمق ده كله، اعتقد 60 مناسبة قوي بالشكل ده كده. نيجي للتنعيم بتاع الحرف نفسه عشان ما تبقاش الحواف بتاعته حاده قوي كده. هروح لكابس واقول له فيلت كابس، وهنا فيلت كابس عشان يديني حواف ناعمه، بس ازود الستبس شويه بحيث ان تبقى الحافه انعم، ستبس ورا وقدام بالمنظر ده. ممكن ازود الراديوس بتاعها مثلا، اخليها 8 هنا واخليها 8 هنا، خلاص فات اديني تنعيم حواف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني مش عارف، انا شايف ان 60 كتير، اعتقد 50 مناسبة، اخر كلام وعد، مش هقلل ولا زود عن كده، خلاص اخليها بالشكل ده كده باستثناء نوع. او والله الخط كويس يعني، والله نغير 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 نغير، معلش يعني انا عايز اوصل ل، انا فاكر ان هو كان عندي او ان انا جبته تمام، بس ما حفظتش الاسم بتاعه. طيب هعمل باوز للفيديو، اوقفه وهرجع بعد ما اكون جبت نوع الخط. نوع الخط على فكرة اللي هو فرانكلين جوثيك، فري جوثيك، فرانكلين جوثيك، الاتنين واحد، لكن الفرانكلين اعتقد اقرب، هنمشي بيه نشتغل بيه ان شاء الله. يدي تمام، مدي الشكل بالظبط اللي احنا عايزينه، تمام مفيش اي مشاكل، لعبنا في مسقط الكاميرا غصب عننا. طيب بمناسبة ان احنا لعبنا في مسقط الكاميرا غصب عننا، احنا هنعمل لوك للكاميرا، نعمل رايت كليك سينما فور دي تاجز وهقول له بروتكشن كده، يمين شمال ولا الهوا ولا هتتحرك. طب جميل قوي كده، احنا خلصنا من العناصر اللوجو بتاعنا. طب نبدأ التحريك. التحريك بتاعنا هيبقى عن طريق المجراف زي ما قلنا. عشان نعمل التحريك عن طريق المجراف لازم احط دول في اوبجكت خاص بالمجراف. انا هختار، هروح المجراف واقول له فراكتشر اوبجكت، واسحب دول احطهم جوه الفراكتشر اوبجكت بالشكل ده كده. كده اقدر ان انا احط عليهم اي حاجة خاصة بالمجراف. هروح للفراكتشر اوبجكت واروح للمجراف وهنزل بلين افكتور. بلين افكتور بيأثر على البوزيشن او الروتيشن او السكيل بتاع الاوبجكت اللي عندي. لكن البلين افكتور الدنيا بتاعته كلها واللعبه بتاعته كلها في الفول اوف. الفول اوف الشيب انفينيت، يعني اي حاجه في السين هيأثر عليها و هيخليها زي ما انتم شايفين كده. لكن انا هقول له لينير، انا هقول له لينير يعني اثر لي مكان ما انا بقول لك، او في الاتجاه بتاع السهم زي ما انتم شايفين، اللي هو السهم، في سهم هنا اصفر اهو تمام، اللي هو السهم الاصفر ده لو انا سحبت بصوا كده ما بيأثرش الا في المجال ده، فانا هرفعه اخليه هنا كده بالمنظر ده واكبره تمام، اكبر السايز بتاعه بحيث ان هو ياخد لي كل ياخد كل الاوبجكت، ومش ضروري قوي بس انا ما عايز اكبره. وفي الزد نفس الحكايه. نيجي بعد كده علشان نحرك الشكل ده، الاول انا عايز الشكل ده ما يبقاش موجود هنا قدام الكاميرا في اول الانيميشن. طيب عشان ما يبقاش موجود قدام الكاميرا في اول الانيميشن ايه اللي يحصل؟ اولا
اول حاجة هعملها ان انا هطول الزد شوية بتاع زي ما انت شايفين كده اهو بالمنظر كده. خلاص بدأ يحركها وتأثير الحركة بينتهي تمام، او بيبدأ بعد ما يعدي وما بيرجعش تاني، ما بيرجعش تاني مكانه. طيب لو انا عملت بقى روتيت، لو انا عملت روتيت طبعا خلي بالك ان التأثير دلوقتي هيرجع العكس اهو، رجع العكس، لان اتجاه او تأثير البلين افكتور في اتجاه السهم الاصفر. يعني انا لو انا اقلبها لكم كده عشان تشوفوا السهم اللي ورا سهم الزد ده تمام، ده السقف السهم الاصفر دوت. فانا هروح للبلين افكتور وانا عايز في البارامترز بتاعته ما يأثر ليش على واي، انا مش عايز واي ده انا عايز زد. يبقى انا ارفع زد دي، ارفعها قوي، ممكن ارفعها مثلا ل 2000 ولا حاجه بالشكل ده كده. بصوا كده لو جه شفتوا اللي بيحصل. طيب يبقى انا هرجع اعمل روتيت تاني تمام بالمنظر ده كده، بس انا بقى اللي هغيره هتبقى سالب 2000 عشان تبقى ورا الكاميرا. يقوم لما البلين افكتور يبقى كده ترجع لقدام الكاميرا بالشكل ده كده، بس واضح ان هي لسه ما وصلتش ورا الكاميرا، الكاميرا لسه هنا. طب سهله حاجه من الاثنين، يا اما اروح للبارامترز للفول اوف وازود الزد تمام بتاعه الافكتور نفسه، مش هزود الزد يا ربي تمام، ازود الزد شويه، وبرده في نفس الوقت اروح للبارامترز واخليها اخليها يا سيدي سالب 5000 بحيث ترجع ورا قوي تمام بالمنظر ده. شايفين بالشكل ده كده اهو ترجع بالشكل ده. طيب تمام، بس هنا بيمشي كتير، هنا هيمشي كتير قوي، هيمشي كتير علشان لا مش هيمشي كتير ولا حاجه، مش قوي يعني. طيب في حاجه كمان، هل انا عايز روتيشن؟ هل انا عايز ان هو ياثر في الروتيشن؟ اقول لك ممكن ياثر لي في الروتيشن، ممكن اعمل كده اهي اتقلبت خالص تمام، قلبه تانية بالمنظر ده كده، بس بقى ده هينزل لي الطبق ده لتحت، فانا هخلي دي صفر خلاص. وبصوا كده لما يرجع كل حاجة تبدأ ترجع مكانها مرة تانية. طب كده جميل قوي، كده البلين افكتور عمل الانيميشن، يعني البلين افكتور كده عمل الانيميشن بتاعت الحركة من جوه او من ورا الكاميرا اللي قدام الكاميرا. طيب هما بقى كانوا جايين ورا بعض مش جايين مع بعض، يعني هما مش جايين مع بعض، دول جايين ورا بعض. طب ازاي؟ في الجزء الثالث هقول لكم ازاي يجوا ورا بعض.